تأملات وخواطر. نزار طه حاج أحمد. باريس. ما الفرق بين باريس ولندن أو أي مكان آخر من العالم؟ يسعى إليه الناس من كل حدب وصوب، إن كان العالم بأسره خلف أضلاعك مسورا بجدران القلب. ويكفيك أن تنظر بعين ذات القلب لترى العالم بكل جماله يسكن فيك. باريس تمنحني ما تسلبه مني لندن. في باريس يسري دبيب نمل في أطراف أصابعي، ويخيل إلي لأول وهلة وسابق قصد أنه وحي الكتابة. ولأنني لا أدرك أنه الإدمان، أشعل سيجارة قبل أن أستل القلم، وأحتسي فنجان القهوة وأنا أراقب المارة، مستفيضا متفرسا في كل شيء، مشيتهم وماركات ثيابهم وقصات شعورهم وحقائبهم وأحذيتهم ولون جلودهم وعيونهم. وكأني مخلوق فضائي فقد ذاكرته بعد أن سقط مصادفة على كوكب الأرض. باريس، باريس يا أول مدينة أزورها ولا ذكريات، حياد وفضول، استغراق في كل شيء ولا شيء معا، وكأنه ضرب من التأمل. باريس هي المدينة الأولى التي لم تجتح امرأة علي أو تقاسمني شوارعها ومقاهيها ومحطات المترو فيها ونوافذها الحزينة كعيون من تزوجن عنوة. باريس هي المدينة الوحيدة التي حطت رحال شهوتي على أبوابها بملء إرادتي، ودخلتها عاريا من الطيني فيني. دخلت كسنونو يعرف أنه عائد بعد حين، ولا يحلم إلا بقضاء الصيف في سقف دافئ يراقب منه العابر من السحاب ودورة الفصول، أو كغيمة ذاكرتها مطر هطل منذ القدم من أعالي الجبال، فحملته مياه الحب من عتمة إلى عتمة ومن دفء إلى دفء، فأنبت حقول قمح بشري وكرم عنب متوسطي، وأشجار كينا حزينة تبكي بنات الهوى المتمردات في ليل باريس. في ليل باريس تشعر بالبرد روحي، وتحن إلى كسوة الطينية وخمرة تدار ورائحة ليمون مقطر في زجاجة مادموزيل شانيل. أخرج من أسوار باريس الافتراضية هلعا وخجلا، أبحث عن الطيني الذي تركته على أبوابها فلا أجده. أسأل بطفولية وسذاجة، لا أحد يجيب. أصرخ من أعماق روحي التي تستر عورتها بيدين شفيفتين، ولا من طرفة عين أو التفاتة من أحد، وكأن لا صوت لي ولا لغة. فأعود إلى محطة القطار وأنا أفتش في جيوبي كلها بحثا عن مفتاح بيتنا القديم، فهو ذات المفتاح الذي أفتح به صناديق الذاكرة واللغة.